السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتتبع قناة كاميرا وفوتوغراف العيادي. يا ربي السلامة. خبر عاجي تقول بأن شي واحد طاح هو كيحاول يطلع لكورج، كيحاول يطلع المضيق ديال الجبال ديال لكورج. لا حول ولا قوة إلا بالله. غادي نحاول ما أمكن نمشيو يعني للموقع ديال الحدث. هذا هو الموقع ديال الحديث، وهذا اللي كنشوفو هنا. هرا واحد الشاب حدا هنا، هو واحد الشاب حدا هنا. لا إله إلا الله، واش مات ولا ما ماتش؟ يعني هذا الخبر هذا مازال ما تأكدناش منه. على أين الله يدوز العاقبة بخير على خير وصفي. الإخوان يا رب السلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هادو واحد جوج دراري كانوا طالعين في ليغور. الا كتشوفوا في الصوره، ها واحد دابا شادو هذا اللي حصل، باقي حصل ليه. وواحد خلاص راه طاح مسكين. الحمد لله، هي الوقايه، رجال الوقايه وما الحمد لله وصلوا. الاخوان لا حول ولا قوه الا بالله. صافي، اللي جاي يعني اللي جاي ليغور يحاول ما امكن، مهم يشد الارض، يحاول ما يمكن يشد الارض. هذه هي النصيحه اللي يمكن لي يقدمها حاليا او في هذه اللحظه هذه. الله يحضر السلامه وصافي. الدراري او رجال الوقايه المدنيه الحمد لله هما وصلوا. بالضبط فين كاين يعني الشاب او الدري اللي طاح، راه له ما يمكن ليش نقرب لكم الصوره اكثر، تفاديا يعني لشي مشاكل، يعني راكم عارفين وصافي تصور كيفاش داير القانون ديالو. على اين ود الاخوان؟ الله يحضر السلامه وصافي للجميع. على اين حاليا الدري راه باقي حصل ليه كما كتشوفوا. هو هذا راه في الصوره، هو هذا هو واحد اللي باقي حصل، واللي قلت لكم اللي طاح هو راه باقي معاه رجال الوقايه المدنيه، يديروا خدمتهم، ينزلوه ولا يديروا له الاسعافات الاوليه. كما قلت لكم الاخوان، غادي نعاود هذه النصيحه هذه. عافاكم اللي جا لكورج او يعني اللي جا المضيق ديال تدغى، يحاول ما ممكن يشد الارض. ولا الا جاب الله يعني كانت فيك ديك البلاد ديال انك تطلع الجبل، حاول ما ممكن تسلح، حاول ما ممكن تسلح، ولا يكون معك شي صاحب، ولا يكون معك شي واحد من الناس اللي عندهم درايه يعني بالاسعافات الاوليه، بحال الناس اللي عندهم دبلومات او شواهد عند الهلال الاحمر المغربي. حاليا هذه هي النصيحة الثانية اللي يمكن لي نقدمها لكم في هذا الفيديو هذا. على أيين الرجال الوقاية الحمد لله هما وصلوا، قايمين بشغلهم، ورجال الدرك الملكي هما يعني في الطريق هما طالعين، حتى هما جايين. علينا ود الإخوان، الله يحضر السلامة. اليوم حنا في رابع يوليوز 2021، يوم الأحد رابع يوليوز 2021، هنا بمضايق تدغى. على أين الدري اللي طاح راه باقي حي، راه ما ماتش الحمد لله. لا إله إلا الله، الناس يعني الناس الوقاية المدنية كيحاول ما يمكن يبعدوا الحضور عن الموقع ديال الحادثة. والشاب يعني اللي باقي حاصل راه باقي هي الحمد لله بعد، راه شاد الأرض، راه جالس. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رجال الدرك الملكي حتى هما يعني قايمين بالواجب، كيحاولوا ما يمكن يبعدوا الحضور على الموقع ديال الحادث. كما قلت لكم الاخوان، اللي جا على اساس يدير زياره للمضايق تدغى، حاول ما يمكن يشد الارض. هاد الحوادث هذه الحمد لله ولات كتكثر. لا حول ولا قوه الا بالله وصافي. كما قلت لكم، اللي جا يحاول يشد الارض، اللي جا المضايق يحاول يشد الارض، ولا اللي فيه يعني البلياده انه يطلع الجبل. كاينين الدراري اللي كيديروا هذه الرياضه هذه ومسلحين عندهم الادوات ديالهم. كنتمنى
انه حاليا كنتمنوا ان شاء الله ان الشاب او الدري اللي طاح يكون يعني في صحه جيده وما يكون به والو. حاول ما يمكن نبقاو معكم الدري يعني اللي طاح راه الوقايه المدنيه وما داوه. نتمنوا ان شاء الله يكون في حاله جيده على اي تبقى فيها الروح بعدا وما يكون بس خيرا ويرزق الاهل ديالو يعني الصبر 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 الصبر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أني لا إله إلا الله وصفي، لا إله إلا الله وصفي، لا حول ولا قوة إلا بالله. الإخوان غادي نعاود نكرر هذه النصيحة هذه، نبدا نكررها في هذا الفيديو هذا، تدخل لكم راسكم. اللي جا المضايق ديال اللي قور أو اللي جا اللي قور، يحاول ما يمكن يشد الأرض. إيه فعلا، بدل الجو، تحرك مع راسك، وإنما ما تلقيش راسك للتهلكة. كاينين الدراري اللي ملي بيطلع الجبل، كاينين الدراري قلت لكم، كاينين الدراري ولاد المنطقة اللي عندهم دراية وعندهم الأسلحة وعندهم يعني ومقومين، عندهم الحبال وعندهم المسائل ديالهم، كيطلعوا كيديروا هذا الرياضة ديال تسلق الجبال. يحاول ما يمكن يشد يديروا معاهم وينسقوا معاهم، راه الحمد لله ولاد البلاد ولاد المنطقة يصبروا معاك تدير يعني الهوايه ديالك، تطلع الجبل وتنزل على خاطرك وبالقانون، على خاطرك وبالقانون. هذا هو يعني النصيحه حاليا عاوتاني اللي غادي. لا اله الا الله وصفي، لا اله الا الله. الدري كما قلت لكم هو راه نزلوه ولله الحمد. هذه الديوه والدري راه باقي اللي حصره باقي، غادي حول ما يمكن ينزلو علينا الدري. اخوان كما قلت لكم النصيحه غادي يبدا تعاود عافاكم. اللي جا اللي قور يحاول ما يمكن يشد الارض، بنادم يشد الارض كما كنشوفوا الدري. ها هو يعني هذا، وكنتمنوا ان هذا المقطع هذا او هذا الحديثه هذه تكون عبره يعني للناس الاخرين. كما قلنا الاخوان كنتمنوا ان شاء الله السلامه والعافيه لهذا الشاب هذا. الصراحه ما بقى عندي ما نقول الا ان هذه الحديثه هذه، كنتمنوا ان هذه الحديثه هذه وحالها ما يتكرروش. واللي جا المضايق او اللي جا اللي قور يحاول ما يمكن عافاكم يشد الضرب. الشاب هو يعني توه يعني لا اله الا الله وصفي، لا اله الا الله.